السلام عليكم خوش، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد، رياكشن جديد على القناة. اوكي الخوت، رياكشن ديال اليوم هذا التراك ديال جديد ديال جنتي باريدولي. الخوت اللي ما كيعرفش شنو هي باريدولي، هو واحد المرض نفساني، هو تقريبا جاي لك امراض بحال الامراض ديال الهلوسه وهذو، ولكن هو ماشي مرض الهلوسه، مرض نفساني كيخليك توهم اشياء، توهم اشخاص انهم كيهضروا معاك، توهم اصوات انهم كيدويو معاك. هذا واحد المرض كيجي المرض النفسي، ويقدر يكون ايجابي ويقدر يكون سلبي، حيت كيجي صراحه بكين بزاف الناس من هذوك الناس اللي تكونوا نادر اللي حقوا إنجازات كانوا كيتوهموا أشياء وكيخدموا عليها وكيطبقوها، فهمتوا؟ وكي اللي كتجي بطريقة سلبية كيوصل لدرجة الجنون من الأخر. سمحوا لي تعطلت على هذا الرياكشن حيت التراك تلاح البارح تقريبا، وأنا البارح كنت خدام على التراك جديد، حطيته في لاشين البارح، تراك زلامين تمنى هو تراك جديد وقديم، يعني قديم عاودتو عاود سجلته في هذه الغرفه المتواضعه بهذا المايك المتواضع، بهذا الماتريال اللي عندي هنا المتواضع، حاولت ما امكن انني نطلع على كاليتي، ماشي بحال كاليتي الاستوديو ولكن كتبقى على كاليتي مقبوله. غنخليها لكم في اللي كتظهر لكم الفوق وتحت صندوق الوصف، دخلوا تمزقوا ليه وعطيونا الراي ديالكم، فهمتوا ولا لا؟ عطيونا الراي ديالكم حتى على كاليتي، عطيونا الراي ديالكم على الليريكس، على التكنيك، على الفلوات، ومهم اللي بانت لي شي حاجه يقولها احنا عادي كنتقبلوا الراي ديال كل واحد. برود باي دالاس بيت، دالاس الله يعطيه الصحه، خدام في المغرب مزيان، فهمتوا؟ خدام مع الدراري، سواء دراري معروفين ومعروفينش، جانتي كيبقى واحد من الدراري اللي ما واخدينش حقهم في الراب. صراحه انا كيعجبني السيد هذا، علاش؟ عنده واحد السيلو عميق ديال بصح كتابه، انا بعدا كتعجبني كتابه ديال سميتو جانتي، كنقدر نصنفو انا مع المورفين، مع بوز، مع من ناحيه الكتابه، واخا الدري باقي ما واخدش حقه، باقي ما عندوش سبسكرايبز بزاف، باقي ما عندوش جمهور بزاف. اوكي قبل ما نبداو في رياكشن، مسجلك حتى اول مره كتشاهدنا على اليوتيوب، انك ضغط زر الاعجاب، اشترك في القناه، تفعل الجرس وكتب شارك معنا، ما تنساش انك ضغط زر الاعجاب، خلينا نحط كومونتير بعد الانترو ونبداو رياكشن ديالنا. هضره وحده اللي غنقول لك لامي، ما جاتش بالقدم غادي نجيبها بقلمي، حلفت نصوفي نصوفي معايا لا فامي، غيجي نهار وغادي تفكر كلامي. اوكي الخوت، نبداو رياكشن ديالنا جنتي باريدولي. كاين في الكوفر هنا كاين السيلو ثاقب ودن. اوكي بلار كيبغي يوصل لكم بانني راه كنكتب ميلودي فينيل، فهمتوا؟ يعني باينه غتكون شي حاجه ديب في التراك هذا. اي كريس انجل فوق البيت اللي كندير امبوسيبل، ما كترضاش. كريس انجل فوق البيت، كريس انجل هو داك الساحر الكذاب، ماشي ساحر هذاك، راه ماشي ساحر، ما ممكن كيطبق الخداع وكيستعمل اساليب باش كيوهم الناس بانه ساحر. اوكي كريس انجل فوق البيت اللي كندير امبوسيبل، ما كترضاش تقول ما فهمتش تحس براسك ايبل، ما كترضاش تقول ما فهمتش تحس براسك ايبل، يعني ايبل الايبل راكم عارفين باللغه العربيه شنو هي. كلام غيرنا ما تعولش عليه كي البيبل، وقريب نفرب الحيط في الراس ديسيبل انديسيبل، لا باغي تنيك الدنيا ضريبه ضريبه نقص في الدريبل، كادري الدريم ما يمكنش تولي سبع حتى تكون شيبل كاع ما تكابط بليك. كادري الدريم يعني هذاك الدريم ديالك، الحلم ديالك كادريه، فهمتوا البلان؟ علاش كتسمعوا في الكوره؟ في الكوره هنا خدا واحد ميتافور ديال لي جوور دو فوت، كادري الضربه ديالك، الدريم ديالك شدو كادريه جيبو في الشبكه، ماشي تبقى غير تحلم وصافي وكتزوع في الاحلام ديالك، فهمت؟ هذا هو البلان، هذا هو اللي بغى يوصل لينا. كاين قلت لكم راه كيكتب العفريت، راه خصك تركز باش تفهم البلان. تكون شيبل كاع ما تكابط بلي كور ديال الفاكولتي، واخا تراك اوديبل وصالح كاع ما تكابط بلي كور ديال الفاكولتي. اوكي يمكن تولي سبع حتى تكون شيبل كاع ما تكابط بلي كور ديال الفاكولتي، واخا تراك اوديبل وصالح، فهمت؟ وفي ما فهمتي انت ريماتي اموفيبل، اصاحبي بالباكاج تنقص معنا دري باسل، اللي كانت فهمت وحده باغي غير يحسن الناس، وباكاج العقوله اللي فات وطرطق ناس ناس، اللي كي تفكرني في المغرب كتخليني نتكاس. مشوفه ما عرفتش انا حسيت بحال الكلاشي في بوز، كنظن هادشي باش حسيت، فهمتوا البلان؟ حيت التكنيك والطريقه باش كاتب بحال كيتفلسف، كيزيد يتفلسف بحال الشكل اللي شفنا في المورفو، الكلاش ديال المورفو البوز فلو، فهمتوا البلان؟ اوكي ناسل وباقاش العقولة اللي فات وطرطق ناس ناس، اللي كي نتفكرني في المغرب كتخليني نتكاس. مش شوفة كان بانداصر بلا لوشام وتخاسر، كتصرعوا الدراما والكليبات جامعين بيبليك مصر بلا جامعين بيبليك مصر، كيدوي على دوك البيبليك اللي كتب بقى دوك الأغاني ديال
المهم عبدو موتا وداك التخربيق ديالو ما داكشي ديال ما عرفتش كيسميو هذاك الموسيقى كاع والله ميراجانات واقيلا جمعتو بوبليك د مصر يعني جمعتو بوبليك د ميراجانات شوفوا هنا التراب سخوط والله حتى بسخوط الجنتي سير اخويا سير اش خدمنا حتى اليوم زيد ناس ناس اللي كي تفكرني في المغرب كتخليني نتكاس مش شوفه كان بنداصر بلا لوشام وتخاسر كتصرعوا الدراما والكليبات جامعين بوبليك مصر ريم فلو وتقاصر حافظوا على التراك عاصر بحال رجعت للور وقلت لك الدوني تشرب مال النصر لجنتي مقود مسلمه هنا مستعمل لي ميتافور بزاف من السيل ديال الكره واخد من الكره ومن المصطلحات اللي كيستعملوا في الفوت اوكي الطراك عاصر بحال رجعت للور وقلت لك الدوني تشرب مال النصر بحال رجعت للور قلت لك الدون غيتشرب مال النصر يعني بحال سبق الاحداث فهمت شنو البلان جنتي مقود مسلمة ما تحتاج البرهان نحط رجلي في ستوديو المايك كيعلق لي السلهام فهم فهمتك ما تسناش لي في السرهالك فهم فهمتك ما تسناش لي في السرهالك وبالصح راه كل واحد وكيفهم التراك كيف ما هو كيف ما كيقول لي راسه كيف ما كيعيش الحياه ديالو كيف ما هو مكون فكريا فهمت شنو البلان حيت دابا انا ملي كنحاول نفسر كنفسر غير راسي والله العظيم راه حيت ماشي كان داخل انا في الدماغ ديال جانتي شنو كيكتب له الدماغ ديال شي رابر اخر شنو باغي يوصل كنحاول نفهم داك الشيء وكنقولوا لكم فهمت شنو البلان هادشي علاش كتلقى كاين الاختلاف بيني وبين بزاف الدراري في التعليقات كيصحوا لي المعلومات سلهام فهم فهمتك ما تسناش لي في السرهالك سطر تراك بستيلو حمرة كل سطر فيه هام انت ليك إلهام وجين وطفوك تنتر ويبا إلهام واش كيقصد بها الإلهام إلهام اللي كيطيح على الرابر من كيبدا يكتب أو لا إلهام شي وحدة وشكون هاد الوحدة هادي وفي من كيكلاشي بعدا الخوت انت ليك إلهام وجين وطفوك تنتر ويبا نهار تيجي الإلهام نعتاك في الدار تيقولو فليبا شحال من أمسي محشي معانا في الميرينج كيبا راه لاحظت بان في التراك هذا استعمل بزاف بلانات ديال الفوت فهمت وجاب دي ميتافور من الفوتبول يقولوا فليبا شحال من ام سي محشي معانا في الميرينغ كيبا شحال من ام سي محشي معانا في الميرينغ كيبا يعني شحال من ام سي غير كلاسي غير داخل مع في الراب والكرام كيلعب شوتيلر فهمت شنو البلان بحال كيبا هو الغارديان اللي كان جا من تشيلسي جابته مدريد وملي جا بقى تروازيام جول جا على اساس انه غيكون دوزيام جول توعات مون بلانات قصه وقعت ليه ولكن دابا راه ما كيلعبش مدريد راه غير جالس وكيتخلص فهمت شنو البلان يعني شحال من رابر راه بحال كيبا راه ما كيبانش في الساحه كيلوح لك تراك كيبقى العام كامل ما له والو المهم عدى بزاف المعاني تستر هذا بحال من ام سي محشي معانا في الميرينغ كيبا غير حطاوك ويبا تسمعوه غير حيت كليبا غير حطاوك ويبا كيسمعوه حيت كليبا اوكي جعريان بسليب وما غنيك واش غير غطيه الدماغ اللي ما يحط السطر ساحي غير تفعلو تفرس طيه ما ديرش هكا كاع وطير نجنتي جن اللي ما حاش طر ساحي غير تفعلوا الضفر وصحيه هنا القضيه ديال الضفر اللي كيديروها الدراري المهم كنسمع هاد الهضره بزاف الدماغ اللي ما يحطش طر ساحي غير تفعلوا الضفر سطيه ما ديرش هكا كاع وطير نجنتي جن ما جاش من الطين نيك الريسبيد القدام وفي حالك ما تفرض عطيه الفاطو مورفو ومول الميطا مورفو زيد فاد المورسو سبوح ليو وموتشو اوكي هنا ديديكاس قليل الروابه فاش كيحطوا شي ديديكاس لشي رابر اخر اوكي غيد فعلو تفرس الطيه ما تديرش هكا كاع وطير نجنتي جن ما جاش من الطين نيك الريسبيد القدام وفي حالك ما تفرض عطيه الفاطو مورفو اوكي فات ميزو مورفين مول الميتامورفوز زيد فات المورسو سبو حليوه وموتشو سبو حليوه موتشو اوكي الدراري القدام هنا جينيراسيون قديمه الباقي غير دي بورسو الراب الفاسي فورصة حنا هادوك لي بالكتبة خرج في صبعنا الدورسو لساني مسدس الريمة مسددة روابة عاش كاين هاد البونش لساني مسدس الريمة مسدسة مسددة بلان هادوك لي بالكتبة خرج في صبعنا الدورسو لساني مسدس الريمة مسددة روابة عاش والدور داس بوشان الدادة في الحلمة طاري بس صباح طلب السادة روابة عاش والدور داس بوشان الدادة يعني داداس دور داداس يعني دور البطولة حيت داداس كيلعب بزاف أدوار ديال البطولة في مسلسلات وفي الأفلام دور داداس بوشام الدادة واش دادا كيقصد بها شي مرأة كبيرة داك وشامت كانوا كيديروا هنا أولا كيقصد دادا الرابر في الحلمة طاري بس صباح طلب السادة فايق مخلوع تاق بساطة تقبتي غيل وسادة عقنا صباح طلب السادة فايق مخلوع تاق بساطة تقبتي غيل وسادة عقنا بيكم كتفيتي وغي مع صفاري ويكي معروف عليكم غي قراوكم ما ديالكم الشيكي باش كيف ليكسي وما ساويش تلي معرفش علامة هنا ما كيكلاشيش غير في شي واحد فهمتوا البلان ولكن ما سماش يعني باش تعرف شكون كيكلاشي صعيبة
معروف عليكم غير قراوكم ما ديالكم الشيكي باش كيف ليكسي وما ساويش تالي خسرتو انك المردسات في كليب وتساليوها بالاوتو ستوب شريكي الدنيا تعيشها مرة باش كيف ليكسي وما ساويش تالي خسرتو انك المردسات في كليب وتساليوها بالاوتو ستوب شريكي الدنيا تعيشها مرة ما تديرش الثقة في البيكي لا قدرتي تجيبها برا دفع البول عندك تبيكي غنسالي حربي بويني ويدي ويكي يوليوس قيصر شفري حروفي تراك نستيكي مانا ما تيراتسي الدنيا منتي زيدان وجاري متوقعتش هاد القلبة هادي يوليوس قيصر شفري حروفي تراك نستيكي مانا ما تيراتسي الدنيا منتي زيدان مانا ما تيراتسي الدنيا منتي زيدان انا راه ماشي ما تيراتسي وانتي انتي الدنيا ماشي زيدان يعني بلا ما تنطحينيش كلشي عارف ديك النطحه ديال زيدان مع ما تيراتسي باش نطحوا في المونديال فينال فينال ديال المونديال كلشي عارف ديك النطحه طرق يعني قالك بلا ما تنطحين انا راه ماشي ماتيراتزي وانت راك ماشي زيدان ها خلينا عايشين ما تنطحيني مول انا ماتيراتزي الدنيا منتي زيدان وجاري باري نحس داري كان كيرضاو البوبليك شرم عرفتي بزاف لي ميتافور اللي خداو بزاف حط وسميتو الصنبط من دوك اللعيبات من احداث ديال الكره اوكي الدنيا منتي زيدان وجاري باري نحس وجاري باري كلشي كيعرف ريبيري كان محروق والنحس هاريكين هاريكين احسن افاسونتر في العالم احسن رقم 9 في العالم فهمتش واعر وما دعمرو دا شي لقب لا مع الاندي الذي ديالو لا مع المنتخب ديال الانجليز وتخيلوا درجة انه ملي انتقل من توتنهام مشى باير ميونيخ 7 سنين متابعو هي كدير البطوله العام اللي جا ليها هو ما داتش البطوله النحس ديال هاريكين هاريكين كردو البوبليك صار من الوالدين ماشي كلشي كردو البوبليك صار من الوالدين اوكي تروا صاحبي اللي في استوديو خالدين ما انا ما طيرات سي الدنيا ما نتي زيدان وجاري باري نحس داري كان كردو البوبليك صار من الوالدين ماشي كلشي روا صاحبي اللي في استوديو خالدين ما تسولش علاش وليت كنرابي هكا طانز تفكرت راسي محسوب على الراب المغربي الخامس ضرب الحمار كاع ما فهمني وانا غامزو كنسمع غير غيفهمك اللي عارف هو غيعرفك راك داوي عليه اللي كيخصو البلان هذاك غيفهمك مزيان غيعرف عليه فكرت راسي محسوب على الراب المغربي الخامس ضرب الحمار كاع ما فهمني وانا غامزو كنسمع غير صوتو كاع ما شفتوه انا غامزو ميه انا غنزو ميه زيد نشوف هاد الزوم هذا اللي درتي غامزو كنسمع غير صوتو كاع ما شفتوه انا غامزو ميه نقلب سمعت انا غنزومي ومات لي الكوفر تحركات واش غيزومي في الكوفر طانز تفكرت راسي محسوب على الراب المغربي الخامس ضرب الحمار كاع ما فهمني وانا غامزو كنسمع غير صوتو كاع ما شفتوه انا غامزو ميه ماعرفتش المهم ما عرفتش على ما عرفتش البلان صراحه الدري عنده ما يقول فهمتوا الدري كيكتب الدري فهمشي خدام ولكن ما فهمتش بيبليك شنو كيعجبو يتمزك ما فهمتش ما كيبغيش ليريكس اللي ما كيبغيش الرابر اللي كيبدا عليهم في ليريكس ما كيبغيش الرابر اللي كيخدم كيقول لي هاك خدم معاك باش تحل عقل دماغك شويه ما تبقاش بازيك ما تبقاش تمزك الراب بازيك فهمتوا المهم ولكن كاين مشكل في الراب المغربي صراحه لا سواء في الرابا سواء في بيبليك المهم الدري ما واخدش حقه فهمتوا والدري غادي بواحد الشكل ثقيل ما فهمتش انا والله تقريبا دابا راه عام باش عرفت جانتي حتى السبسكرايبرز ما تزادوش عندو بزاف حتى فهمتوا البيبليك ديما ما عندوش بيبليك بزاف ولكن صراحه حنا غنحاولوا ما امكن اننا ننشروا هذا النوع من الراب حيت هذا النوع من الراب انا صراحه كيعجبني صراحه فهمتش كتعجبني كتاب اوكي كانت ديال الرياكشن ديالنا على جانتي باري دولي كنت كون عجباتكم الرياكشن لكتبوا المركز على اليوتيوب مساش انك تعطي الاعجاب شارك في قناة تفعل الجرس وكتب شارك معنا مساش انك تعطي الاعجاب شكرا لكم على المتابعة تلقاو في رياكشن اخر ان شاء الله.